بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع الانعاش القلبي الرئوي. الانعاش القلبي الرئوي ده يا جماعة من اسمه كده يعني انعاش للقلب والرئتين. ادي القلب اهوت وادي الرئتين. يعني ايه انعاش من اسمه؟ يعني معنى كده ان القلب واقف والرئتين واقفة، ما بيوصلش دم مؤكسد للجسم وخصوصا المخ وجميع اجزاء الجسم. اول حاجة ده القلب هو بيوريني ان القلب شغال عشان يضخ الدم الى جميع اجزاء الجسم من خلال الشرايين، تمام، وترجع الشرايين توصل لجميع اجزاء الجسم وترجع بالدم المحمل بالاكسجين، ويرجع تاني الدم اللي بيحصل تبادل الغازات في الخلايا وهكذا، يوصل الاكسجين ويوصل البلاد سبلاي للدم بالنسبة للخلايا، وترجع وهي راجعة تاخد ايه ثاني اكسيد الكربون عشان يوصل للقلب ومنه للرئتين، يحصل تبادل الغازات وهكذا، دورة مستمرة. انعاش قلب رئوي معناها يعني ايه انعاش قلب رئوي؟ القلب واقف والرئة واقفة، عايزة اشغل، عايزة اعمل حاجة بسيطة ارجع بيها الحق بيها خلايا المخ من التلف. خلايا المخ لو انقطع عنها الدم لفترة ولو بسيطة بتأثر عليه. الخلايا العصبية لو لا قدر الله ان الدم المؤكسد مش وصل لها بصورة طبيعية بيحصل تلف في الخلايا العصبية وما بتتجددش تاني ولا بتلم تاني. النهاردة هنتكلم عن انعاش قلب رئوي. من الحاجات الخطيرة جدا ومن الحاجات اللي انت ممكن تنقذ بيها حياة بني ادم هي الانعاش القلب الرئوي. طيب يعني ايه انعاش قلب رئوي؟ قلنا خلاص يعني عملية اسعافية بعمل من خلالها ايه، بضغط على عضلة القلب دي، لما اضغط عليها عامل زي البالونة تحت ايدي او زي البالونة اللي مليانة مية، بضغط عليها عشان الدم اللي موجود في هذه الخلايا في القلب ده هو وفي الدورة الدموية في الشرايين يوصل. انا اهم حاجة عندي دلوقتي ان خلال الشريان السباتي هو يطلع لي على المخ ينقذ خلايا المخ من التلف، تمام. طيب وبرجع تاني القلب بضغط عليه عشان يطلع الدم اللي فيه، وارجع تاني ادي نفس عشان الرئتين يوصل لها اكسجين ومن خلال الاكسجين يحصل تبادل الغازات وهكذا. يبقى هي عملية اسعافية، حاجة بسعف بيها بني ادم واقع قدامي مفيش قلبه مش شغال ونفسه مش شغال وبذلك فيكون فقد الوعي. يبقى عندي 3 حاجات عشان اعمل انعاش قلب رئوي: يكون القلب واقف، يكون النفس مفيش تنفس معايا، الراجل ده فاقد الوعي ومرمي قدامي لأي سبب من الأسباب، الراجل ده كان عنده أزمة قلبية، الراجل ده اتخبط بس خبطة في المخ، الراجل ده اتبلع حاجة غريبة قفلت مجرى التنفس بتاعه فمش عارف يتصرف ولا عارف ياخد نفسه فبدأ يفقد الوعي ويوصلش أكسجين كويس للجسم لأي سبب، واحد غرقان معاك، ساعة كهربائي، أي مشكلة بالنسبة لي. أنا بصيت لقيت واحد مرمي على الأرض معايا، بسرعة هبدأ أعمل إنعاش قلب رئوي. طيب خطوات الإنعاش القلب الرئوي ده أهم حاجة بالنسبة لي، وهي أهم حاجة بالنسبة لأي حد يشتغل كنيرسينج في المجال التمريض أو في الطب، إنك تحمي نفسك أول. لازم إنني أحمي نفسي إزاي؟ إنني أبدأ أتأكد إن البيئة بتاعتي خالية من المخاطر تماما. البيئة بتاعتي خالية من المخاطر، يعني إيه البيئة خالية من المخاطر؟ ما أروحش أرمي نفسي في نار مثلا. انا دلوقتي عندي مشكلة، دلوقتي عندي ايه، واحد واقع معايا في السكة، اللي واقع معايا في السكة ده هو ممكن يكون واقع نتيجة صداع الكهرباء الكهرب، ما روحش انا كمان اكهرب. يبقى رقم واحد هو انك تتأكد ان البيئة خالية من المخاطر قبل ما تدخل تنقذ اي حالة. لازم تتأكد ان البيئة بتاعتك خالية من المخاطر بتاعتك. يعني ايه خالية من المخاطر؟ يعني انا لو دخلت اعمل CPR او اعمل انعاش قلب رئوي ما موتش جنب الحال. يبقى رقم واحد انك تتاكد قبل ما تدخل تنقذ اي حال اي حاجه. يا جماعه ممنوع ان انا ادخل غير ما اتاكد ان البيئه خاليه تماما من المخاطر، ما فيش فيها سلك كهرباء عريان. بعناية بسرعه في 10 ثواني بالظبط ابدا اقيم، اوقف ثانيه واحده قبل ما ادخل على الحادث
ابدا ابص يا ترى في سيارات رايحه جايه، في عربيه لو دخلت هتعورني، لا رقم اتنين في صاعق كهربائي انا لو دخلت في سلك عريان هبكهرب جنبه، رقم ثلاثة لا ده انا ممكن ادخل شقه مقفوله والشقه ده هي تكون مليانه غاز، مجرد ما ادخل خلاص هموت هختنق وهيحصل لي مشكله، لازم ما يكونش في حاجه هدت، في عماره جنبي وفي عماله بتتهد معايا وفي حاجه هتقع عليا، في متفجرات، بيبقى رقم واحد تماما ان انا انقذ، اول حاجه ان انا اتاكد ان البيئه في خاليه من المخاطر، free from danger، ما تدخلش واي خطر ممكن يكون عليا. تاني حاجه عايز اعرف حضراتكم ان الانعاش القلب الرئوي ده محاضره، مش لينا احنا كنيرسينج، مش كتمريض، مش كذا، انا عايز اي حد، الست في البيت تعرف تنقذ ابنها ازاي وتعرف تنقذ اي حاله قدامها ازاي، لان هي مش عمليه، بقول لك هنا ايه دونت يعني ما تخافش، هي مش عمليه في المخ، ده هو الموضوع سهل جدا 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 فوق ما تتخيل. تمام، طيب انا اقدر اعمل، يبقى رقم واحد عرفت ان انا ابدا ان انا اول حاجه قبل ما ادخل اي حاجه خالص ابدا اتاكد ان البيئه خاليه من المخاطر، انعاش قلب رئوي، CPR، كارديو من الاسم او كارديو جاي من الهارت القلب، بولمونري الايه الرئتين بتوعي او الجهاز التنفسي، ريسسيتيشن انعاش قلب رئوي. طب انا دلوقتي واحد اهوت في المكتب ماشي عادي جدا، او واحد بيلعب كوره او اي خلال عيني، انا قبل ما اروح واجري وانا بجري على الحالات كده اجري ابص الاقي الشخص ده بيتألم بيعيط بيصرخ، هو بيعيط بيصرخ خلاص يبقى الشخص ده كويس. طب الراجل الساكت زي ما بنقول دايما في الحوادث ربنا يعافينا ويعافيكم، لو عندي حاله في حادثه اوعى تجري على الحالات اللي بتعيط وتصرخ، اجري على الحالات اللي ساكته خالص ما بتتألمش ولا ساكته وما بتتكلمش وما بتردش وهكذا. اول حاجه لو بتجري على الحاله ولقيتها كويسه او بتصرخ او بعيط ما تخافش دي كويس. طب الراجل الشخص الساكت اللي نام على ظهره ده اول حاجه هتعملها هتعدله على ام سوري اللي نام على بطنه هتعدله الاول على ظهره وابدا انادي عليه، ناديت عليه رد عليك اهلا وسهلا، ما ردش عليك يبقى معنى كده ان انا ادخل للمرحله اللي بعد كده ان انا ابدا اقرص المريض بتاعي، لو قرصته وشد ايده وشد رجله بقيت لقيته بيتحرك معايا يبقى الشخص ده كويس. يبقى رقم واحد تقييم درجه الوعي من خلال عيني الاول وانا بجري عليه، لا يا ساكت او لا يا بيتحرك، لو بيتحرك او بيتالم او بيعيط خلاص يبقى ده اوكي. طيب لو انا دلوقتي بصيت لقيته ساكت جدا مش بيتكلم ابدا انادي عليه وابدا ايه اخبط على دراعته كده، يا عم الحاج يا عم الحاج رد عليا اهلا وسهلا، ما ردش عليا ابدا بعد كده اقرص في اي مكان في اي مكان في جسمه اشوفه هيرد عليا. طيب اول حاجه في تقييم الحاله لازم لو الراجل نايم على بطنه اعدله على ظهره، تقييم النبض بتاعي يا جماعه اول حاجه هجري على الترقيه هي، تمام، وابدا امشي واحده 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 لغايه ما الاقي هنا الشريان اهوت وهنا الشريان الناحيه التانيه، تمام، هتحس بايه او ممكن لو اوضح اكتر 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 في المكان ده، مش زي ما احنا بنقول كده بالفلاحين عند اللوز مكان اللوز بسرعه هتحط صوابعك ماشي على مكان اللوز زي ما بيقولوا هتبدا تحس الشريان بالتيب اوف ذا فينجر يعني بنهايه او اطراف الاصابع، ببدا احط ايدي اهوت على المكان ده وابدا امشي 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 لغايه ما الاقي المكان ده، لو انا لقيت نبض هنا يبقى انا كده حاجه كويسه جدا انا معايا نبض مفيش اي مشكله، وابدا ابص على التنفس بتاعي. طيب التنفس بتاعي يبقى انا اول حاجه قيمت النبض من هذا المكان، قيمت النبض من المكان ده او الشريان السباتي. طب انا دلوقتي ده فش قوي جدا وابدا ان انا اقيم النبض من هذا المكان، يبقى انا دلوقتي بالشخص عموما يا شباب بقيم اول حاجه انا لقيت لي حد مرمي عليا مرمي على الارض معايا اول حاجه اقيم البيئه الاول ان هي تكون خاليه من المخاطر، بعد كده ابدا لو مفيش معايا مشكله هبدا اقيم النبض بتاعي، النبض بتاعي بقيمه بالمكان ده، وبعد كده لو مفيش عندي اي مشاكل اهوت ببدا ان انا اقيم التنفس بتاعي. طب بقيم التنفس ازاي؟ من خلال اشوف اسمع احس، اشوف حركه الصدر دي عمال يطلع وينزل هو او البطن دي رقم واحد، بشوف الهواء الساخن اللي طالع من الفم انا بحسه بالخد بتاعي واسمع صوت النفس اللي طالع، يبقى انا قيمت درجه الوعي قيمت التنفس بتاعي، مفيش تنفس مفيش وعي مفيش نبض، اول حاجه بعد كده بتصل بالاسعاف بسرعه.
ليه؟ بتصل على الاسعاف بقول لهم بعد كده يا شباب انا اتصلت على الاسعاف، ببدا اتصل لازم بسرعه احدد المكان بالظبط، ما اقولش انا في مدينه الغمر، ما اقول لا انا عندي في مدينه الغمر في الشارع الفلاني في الدور الفلاني في العماره رقم كذا في الاوضه رقم كذا، تمام؟ يبقى انا تحديد الموقع ليه مهم جدا، ان انا احدد الموقع بتاعي بسرعه، ان انا بيوصل الاسعاف معايا بسرعه، فكل ثانيه بيوصل فيها بدري بيبدا ينقذ الحياه لبدري. يبقى هم دلوقتي شغالين مثلا بيعملوا اسسمنت الحاله وتقييم الحاله، وديت بدات تتصل بالتليفون عشان تقول بالاسعاف. يبقى رقم واحد في ان انا ابلغ الاسعاف المكان بالظبط، عندي اسقاط ايه من الراجل ده في كهرباء، ولا دي حادثة شارع محتاجة نشاش وقطن وحاجات فيه دم معايا فيه نزيف معايا، ولا دي حالة اختناق ولا ايه. لازم اقول لهم ايه الاصابات اللي عندي، ايه عدد المصابين بتوعي، انا محتاج اسعاف واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا عشرة. بعد كده ما اقفلش السكة ابدا مع الاسعاف غير اللي هم يقولوا لي ايه اقفلي، لانه ربما هم يدوا التعليمات تمشي عليها. يبقى الاسعاف بتصل عليها بمكان المكان بالظبط، بحدد لهم المكان بالظبط، بحدد لهم عدد الاصابات بتاعتي، بحدد لهم انواع الاصابات عدد المصابين، ما اقفلش السكه الا لما هم يقولوا لي اقفل، وارجع بسرعه ارجع للحاله بتاعتي وابدا اعمل انعاش قلبي رئوي. انعاش قلبي رئوي انا هبدا دلوقتي هشتغل دلوقتي سي بي ار. هشتغل ازاي السي بي ار بقى دلوقتي؟ انا قيمت الحاله بتاعتي ما فيش فيها اي نبض، ما فيش فيها تنفس، ما فيش فيها حاجه، اتصلت على الاسعاف عرفتهم انا عندي مشكله كذا 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 كذا، وابدا بعد كده ادخل على الانعاش القلب الرئوي. اول حاجه بتبداي تحسي الاول انا بضغط فين بالظبط، مهم جدا هذا الوضع. انا عندي دلوقتي يا جماعه لازم احس عندي هضغط فين. انا عندي يا شباب عظمه القص، انا مش بضغط على القلب، تمام؟ انا مش بضغط على الناحيه دي واقول لك اجي اكسر في الضلوع ولا الناحيه التانية، لا، انا في حاجه اسمها عظمه القص في منتصف الصدر من هنا كده، من اول هنا لغايه هنا طولها حوالي من 15 ل 20 سنتي. العظمه دي تحتها الجزء التحتاني ده تحته القلب بتاعي. طب انا حددها ازاي؟ اول حاجه نهايه عظمه القص هي تحت هنا في المكان ده، حط مقدار صبعين اتنين، يعني احنا هنبص كده الفيديو ده، تمام؟ بدأ دلوقتي يحسلي عظمة القص بتاعتي، بدأ في مقدار صبعين اتنين من نهاية عظمة القص من تحت، وابدأ احط ايدي زي ما احنا بنقول كده بالفلاحي، شوف النبل فين بتاع البيشنت لو هو راجل معايا، شوف الحلم تاني الخط الوهمي بين الحلمة دي والحلمة دي، وتبدأ تضغط في المكان ده. اوعى تضغط فوق في المكان ده تماما، لان لو ضغطت في المكان اللي فوق ده هوت هيبقى بكسر في ضلوع البيشنت على الفاضي. لازم اشوف انا بضغط فين بتاع، يبقى انا بضغط بالظبط في عظمة ايه، يبقى على انا دلوقتي اهوت هيبدأ يديني اهو الصورة، ممتازة الصورة دي. ببدأ ان انا اضغط في المكان ده لان انا بعصر القلب بين ايديا بين عظمة القص قدام وبين الايه العمود الفقري ورا، وابدأ اخلي ايدي القوية اللي فوق. لازم ايديا، لو انا خليت تاني حاجة لازم، ما ينفعش ان انا اكون تاني ايه الكوع بتاعي، بالعكس لا، ده انا عايزة الحتة دي جميلة جدا، لازم يكون دراعتي مفرودة. شايف حضرتك الدراع مفرود ازاي؟ البيشنت الممرض او المسعف يكون رجليه لازقه في صدر المريض من ورا من جنب، ميبقاش من بعيد، يبقى انا جسمي كله متني موازي تقلي على هذا المكان. رقم اتنين دوت لو انا ايه شغال كده في الشارع. طب انا لو عندي حاله كاردياك ارست معايا وموجوده في المستشفى، طبعا حته ان انا اكون ان البيئه اتاكد ان هي خاليه من المخاطر، لا مش بقول خالص الكلام ده، ده انا بدخل على المريض على طول. لو عندي المريض نايم نص نومه على السرير، لا بسرعه ببدا انيم المريض ده هو بتاعي على ايه، افرد ظهر المريض بتاعي ظهر السرير، وابدا ان انا اعمل سي بي ار. ثواني اجيب
بسم الله الرحمن الرحيم. لو انا عندي حالة دلوقتي فيها ايه كاردياك ارست بسرعة، بعمل ايه؟ اول حاجة هي دلوقتي شافت الحالة، بدأت تصرخ الحقوني يا شباب الحقوني، كود بلو كود بلو. دلوقتي بدأ يحس، بدأ يقيم في الحالة، اول حاجة بتعملها بتنزل ظهر السرير مباشرة بسرعة، بتنزل ظهر السرير. بعد كده ببدأ اجيب الكراش كارت بتاعتي وابدأ ان انا ايه احط حاجة ناشفة تحت صدر المريض ده لو انا في المستشفى. بدأ انا حضرتك دلوقتي بدأ يشتغل سي بي ار معايا دلوقتي لو انا فين في المستشفى. طب هبدأ الأول هتكلم أنا، أخلي الجزء ده دلوقتي تاني عشان أنا هتكلم دلوقتي أنا لو مش في مستشفى وأنا في الشارع معايا. لو في الشارع معايا بعمل إيه؟ خلينا نكمل على الفيديو ده. أنا لو في الشارع أنا دلوقتي هبدأ خلاص رجليا جنب المصاب وهبدأ أضغط على المكان الصدر بتاعي البيشنت بتاعي بحيث إن أنا الضغط بتاعي ينزل على القلب مباشرة، يخرج الدم اللي فيه ويبدأ يوصل للمخ. ليه ببدأ بالضغط الأول؟ لأن الشخص ده قبل ما يفقد درجة الوعي بتاعته كان اوريدي هو اصلا بياخد نفسه كويس جدا، وكان في اوريدي اوكسجينيتد بلاد في الهارت وفي البلاد فيسلز بتاعتي، يعني دم مؤكسد موجود في الاوعية الدموية بتاعتي وفي القلب بتاعتي. فانا ضغطتي على القلب نفسها ببدأ ان انا اخرج شوية الدم اللي موجودين في الجسم يلحقوا ينقذ المخ، وبعد كده ابدأ ابص على الاير واي بتاعي على المجرى التنفس بتاعي وابدأ ادي النفس بعد كده. طيب اضغط كم ضغطة؟ 30 ضغطة وابدا ادي نفسين. شفت حضرتك الفيديو ده خطير جدا، بيبدا يقول لك الضغط ده بيبدا يخلي لي الدم اللي في الجسم يخرج، اللي في القلب يخرج ويوصل لي للمخ معايا ويبدا ينقذ خلايا المخ. طب انا دلوقتي قال لك ايه مهم جدا؟ بوش هارد اند فاست. يعني ايه بوش هارد اند فاست؟ بايديك وتضغط كويس جدا، ايه تركب صوابعك مع بعضها وابدا اخلي ايدي القويه هي اللي فوق وايدي الضعيفه. يعني انا لو بكتب بايدي اليمين يبقى ايدي اليمين هي اللي فوق، شايف حضرتك دراعته مفروده، وببدا بعد كده اضغط على القلب. يبقى بوش هارد اند فاست. هارد يعني ايه؟ بقوه، فاست يعني بسرعه. بوش هارد اند فاست، اضغط بقوه وبسرعه عشان تلحق الخلايا دي بتاعت المخ. طب بعد ما ضغطت حضرتك ال 30 ضغطه بتوعي ابدا اعمل ايه؟ ابدا ادخل بعد كده تقييم التنفس. تقييم التنفس اقيم التنفس ازاي؟ تمام، ابدا بعد كده اقيم التنفس من خلال ان انا اشوف اسمع احس زي ما قلت لحضرتك. بعد كده شفت انا هنا اول حاجة انت خلاص ضغطت 30 ضغطة بتوعك، ابدأ شوف الايروي بتاعك هل تلتر تشين ليفت. انا برجع الراس لورا زي ما حضراتكم شايفين وبرفع الدقن معايا وابدأ بعناية ابص للايه لمجرى التنفس بتاعي. ممكن المريض دوت في حادثة فيكون فيه مثلا طقم اسنان رجع لورا، ممكن يكون الراجل دوت في سنة مكسورة، ممكن يكون طفل صغير وبيلعب ببالونة وشفطها فجت قفلت مجرى التنفس بتاعي من هنا، فلازم بسرعة ان انا ارجع الراس لورا وابدا. ايوه الحركه دي خطيره جدا لازم كلنا نعرفها، الحركه دي ان انا ابدا ارجع الراس لورا معايا. ايوه هي دي ترجيع الراس لورا وابدا اشوف الاروي. خلاص بتصدف المريض بتاعي او الراجل الشخص اللي مرمي معايا في الشارع، بدأ لقيت فيه شويه دم، في اي حاجه، في دم، في افرازات في فمه ومش قادر بيطلع رغاوي من بقه بهدوم المريض، وابدا ادخل صبعي وابدا ان انا اطلع الافرازات ديت بهدوم المريض. اهم حاجه احمي نفسك بصوره ايه كبيره جدا. لازم تحمي نفسك ازاي؟ من خلال ان انا ايه ما دخلش ايدي او صوابعي على طول مباشره، بستعمل المتاح بالنسبه لي وابدا احمي نفسي او اطلع الافرازات دي. بعد ما عملت حاجه جميله جدا من اللي انا حاجه اللي انا سمعتها، في حاجه اسمها المريض بالع لسانه. يعني ايه بالع لسانه؟ اللسان من قدام من هنا مش راجع على ورا، ولكن انا بالنسبه لي اللسان عضله زي عضله في الجسم. اول ما الشخص يبدا اي اول ما الشخص يبدا مثلا يفقد الوعي فتبدا الايه عضله اللسان دي ترتخي وتقفل مجرى التنفس بتاعي. لو انا رجعت الراس لورا بس كده اهوت وكده، يبقى انا فتحت مجرى التنفس بتاعي واللسان مش هيسد لي مجرى التنفس. سمعت حته جميله جدا ان بيقول ايه؟ قال لك
ان في بعض الاحيان بنشوف مريض بيكون راجل كبير وداخل في غيبوبه، ويبص تلاقي له حشرجه زي حشر يعني، صوته كده طالع نازل. الراجل ده مش عارف ياخد نفسه، احنا حواليه ما احناش عارفين ننقذه، او احنا مش في بالنا، احنا بنقول ده خلاص ده حشرجه الموت. لا يا شباب، ده الراجل ده هو في عنده مشكله انه مش قادر ياخد نفسه، مش قادر ياخد نفسه. هبدأ لو رجعت بس الراس لورا شوية، بدأت أرفع الدقن بتاعي، يبقى أنا كده فتحت له المجرى الهواء ومش هيبقى فيه صوت ولا أي حاجة. أنا ببدأ بعد كده خلاص، أنا بدأت إن أنا رجعت الراس على ورا، فتحت مجرى التنفس بتاعي، أبدأ أدي ماوس تو ماوس فنتليشن. يعني إيه ماوس تو ماوس فنتليشن؟ من الفم للفم. بس ده خطأ، لازم قبل ما أعمل أي أدي نفس للمريض بتاعي من ما أديهوش من بقي على طول، لا انا ببدا ارفع الهدوم بتاع المريض، هدومي انا، طرحتي انا، اي شيء هقفل احطها على فم المريض، وبعد كده اقفل مناخير وابدا ادي نفسين، اخد نفس وابدا ادي النفس بسرعه. بس اهم حاجه من الكلام ده، لازم الحركه دي مهمه جدا، ان انا لما باجي ادي النفس لازم اتاكد ان الصدر بيطلع معايا، يمكن يكون انا مش فاتح الايروي معايا، يبقى لازم تتاكد ان صدر المريض بيطلع معايا. لازم اتاكد اشوف بعد كده انا هبدا اضغط 30 ضغطه ونفسين، 30 ونفسين. هنا بيقول لك ازاي نقيم النبض، لا النبض رجع معايا، ابدا امر انيم من المريض في وضع الافاقه. طيب خلينا الاول نضغط كام ضغطه، نضغط 30 ضغطه على صدر المريض وابدا ادي النفسين بتوعي. بعد كده هو بدا يقول لك ايه، انا ببدا اقيم ببدا اقيم البلس بتاعي، النبض بتاعي، وبعد كده لقيت الحالة رجعت معايا والإسعاف جت، خلاص هسلم لهم الحالة وهم هيتصرفوا معايا. دوت لو أنا شخص معايا واقع في الشارع معايا. عايزة أوري حضراتكم هنا حاجة، تمام؟ هو دلوقتي كان بيقيم التنفس معايا من الأول خالص في السي بي آر، بدأ يضغط. شوف أنا عايزة أوري حضراتكم هي الضغطة دي، عايزة أوري حضراتكم الضغطة دي. شوف الشخص أهو، رجليه جنبي وإيديه مفرودة، ظهره هو بيدي هنا. بعد كده الحتة دي جميلة جدا، ده حاجة اسمها إن أنا ممكن زي ماسك، إن أنا أحاول إن أنا الماسك ده هو أحطه على بق المريض، ودوت في مكان ممكن ينفذ الهواء للمريض بتاعي. يبقى بضغط 30 ضغطة ونفسين، 30 ونفسين، 30 ونفسين، دوت اللي هو الانعاش القلب الرئوي. الانعاش القلب الرئوي كده بعد ما خلصت خلاص بقيم الحالة. طب امتى اوقف الانعاش القلب الرئوي؟ لو الاسعاف جت تبدا توقف الانعاش القلب الرئوي. لو الحاله رجعت معاك، يعني بدات تعمل تقييم للنبض بتاعه، لقيت النبض بتاعه رجع، بدا ياخد نفسه، بتنيمه في وضع الافاقه اللي احنا لسه ايه شايفينه دلوقتي. طيب انا دلوقتي ايه بيقول لك؟ اول حاجه اوعى توقف السي بي ار الا لما تشوف الحاله رجعت، النبض بتاعه بدا يرجع. لو جهاز الديسي شوك، او ان شاء الله في محاضره على الديسي شوك، جهاز الصدمات دوت موجود وجاهز للاستعمال، فبسرعه بستعمله. بعد كده لو انا جالي الناس المدربين والاسعاف وصلت بالناس ديت، هتبدا تاخد الناس دي، او واحد يكون اشطر مني في السي بي ار فهيبدا هو يشتغل سي بي ار بعد كده. او لو حصلت ان البيئه اصبحت غير امنه، انا دلوقتي بالنسبه لي البيئه بقى اصبحت غير امنه، في سلك كهرباء يقع عليا، في مشكله هتحصل لي دلوقتي، فما ينفعش ان انا ابدا اشتغل سي بي ار او افضل اشتغل سي بي ار. طيب يبقى اجري واسيب الحاله بتاعتي. يبقى كده يا شباب عرفت ان انا اول حاجه السي بي ار، اقيم الحاله البيئه بتاعتي الاول، لازم تكون خاليه من المخاطر، مفيش اي خطر عليا قبل ما ادخل. رقم اتنين اقيم الحاله بتاعتي، بقيم النبض من خلال الشريان السباتي، بقيم التنفس، الصدر بتاعي طالع نازل، سامع صوت النفس. بعد كده طبعا بقيم درجه الوعي، الراجل دوت ابدا انادي عليه، لو هو ما بيردش عليه ابدا اقرصه، لو ما بيردش يبقى هو او ما بيستجيبش للقرص، يبقى الراجل ده ان ريسبونسيف لا يستجيب، ابدا اشتغل سي بي ار زي ما حضراتكم شايفين، ان انا اضغط على بوش هارد اند فاست بقوه وبسرعه على المكان ده، على عظمه القص اللي هي في منتصف يعني في النص التحتاني من عظمه القص. وبعد كده ابدا اشتغل سي بي ار وابدا ادي 30 ضغطه وابدا ادي نفسين، 30 ضغطة ونفسين، 30 ضغطة ونفسين. ما بوقفش السي بي ار غير لما الاسعاف تيجي بسرعة. بقول لك اهم حاجة، في بعض الناس قالت لو هتضغط بس على الصدر مش هتدي للمريض نفس، دوت مفيش اي مشكلة، المهم ان انت تبدأ تضغط على الصدر. يعني عندي لو حالة غرق طالعة ما اقلبش المريض بتاعي، لا بالعكس انا هشتغل معاه سي بي ار
ايه زي كده، بضغط على صدره وادي نفسين، اضغط وادي نفسين، واضغط